بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. في هذا الفيديو إن شاء الله بنوريكم يعني أو نسمعكم صوت في عند دوران العجل في هذه السيارة، هذه بيجو، يعني وإن شاء الله تكونوا فهمتوا وتفرزوا وليتوا ما بين الأصوات، هذا الصوت من أنهي جهة وهذه الصوت من أنهي جهة ومن أنهي مكان، ويعني من المحرك ولا من العجل ولا من الرولمون ولا من، يعني ان شاء الله تكونوا مليتوا تفرزوا وتفهموا الصوت، اذا كان في الكيميائي، اذا كان في الامورتيسير، اذا كان في الفا، اذا كان في بعض الحاجات يعني الفرامل او الديركسيون او يعني البروات او نسمعكم تو الصوت هذا وان شاء الله نعرفوه مع بعضنا ونفهموه. نسمعه لكم من غير ما نخدم السيارة، من غير ما نشغل السيارة، ونسمعه لكم بعد ما نشغل السيارة. سمعتوا هذه من الجهة الشمال تو من الجهة اليسار الصوت هذايا. وبالمناسبة نتمنى من كل الإخوة اللي عندهم أصوات أو اللي عندهم مشاكل في بالأخص يعني مسموعة، مشاكل مسموعة أو مرئية، من الأحسن يبعثوا لي فيديوهات وتكون طويلة شوية، مش يبعث لي فيديو فيها 30 ثانية أو 40 ثانية أو دقيقة، لا لازم يكون فيديو طويل شوية فيه دقيقتين، يعني لازم يكون طويل شوية وفيه ويركز على المكان أو الصوت اللي فيه العملية، مش يقعد في وسط السيارة الداخل ويقول لي اسمع الصوت، ما نسمع شيء من السيارة الداخل، لازم يعمل كيف ما عملت أنا توك، يعني لكن الصوت في من الأمام يعمل فيديو من الأمام ويركز على المكان اللي عنده فيه شك، وإذا كان من الخلف كيف يركز على المكان اللي عنده فيه شك. تو عملت لكم دورة الدركسيون يمين وشمال في الجهة الشمال، تو ركزوا على الجهة اليمين. تو شفنا من الجهة اليمين، سمعنا صوت من الجهة اليمين، تو باش نشغلوا السيارة ونشوفوا مع بعضنا من الجهتين في النص. تو باش نشغلوا السيارة وندوروا الديركسيون يمين ويسار ونشوفوا.
سمعناها مع بعضنا الصوت هذا، وهي سيارة شغالة كما قلت لكم سمعناها مع بعضنا الصوت هذا والسيارة شغالة. نتمنى من جميع الأخوة أنهم يكونوا عرفوا الصوت هذا وجاوبوا صحيح. ونزيد نوصيكم كالعادة، ماذا بكم تبعثوا لي فيديوهات واضحة يعني في الأماكن اللي مشكين فيها بالأصوات اللي موجودة، يعني وتركزوا على الأماكن اللي هي فيها الصوت أكثر، ويكون الفيديوهات أطوال شوية على الأقل من دقيقة ونص إلى أكثر. ويعني وإذا عنده شك في مكان أو اثنين أو ثلاثة أو أربعة أماكن، كيف يعمل عليهم فيديو نص دقيقة منه ونص دقيقة منه ونص دقيقة منه مثلا، أو دقيقة منه أو دقيقة منه ودقيقة منه، باش نفحصوا ونعرفوا الصوت مع بعضنا ونتعلموا كيفاش نفرزوا ما بين الأصوات. وكل عادة إن شاء الله تلقوا الجواب في فيديو آخر يكون الياء متاعه تحت الفيديو هذا، في الشان الثانية متاعي ميكانيك مختارتو، باش تزوروها وتشتركوا فيها. إن شاء الله تنفعكم الحالة هذه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.